السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ احواركم طيبه؟ كلشي مزيان؟ اليوم بغيت نجيب لكم واحد الفيديو كلشي تسول عليه، اغلبيه البنات تسول عليه، وديجا تحط في التيك توك. حطات واحد السيده في تيك توك وقلبت ولقيت واحد الشيخ حتى هو حاطه على الميعه. هاي الميعه اللي هي هذه، هاي راه كاتبين عليها روح تباطل. انا اول مره غدا نشريها هكا، انا مولفه تمشي على العطار تناخد عبار، تندي معايا قرعه ولا بلاستيكه ولا شي حاجه، تناخد 5 دراهم ولا 10 دراهم ولا شحال تعمرها ليا. هادي صيفط راجلي دابا جابها ليا هنايا في السوالم، جابها ليا هكا مكتوب عليها روح التباطيل، ما واضحاش مزيان، ما عرفتش علاش. هاهي هي اصلا في الكتابه ما واضحاش بزاف، شيا تتكون هكا واللون ديالها تتكون هي بحال شكل قطره. نشوفوا في وسط الضو كي تيبان اللون ديالها، شوفوا كيفاش تتكون. المهم البنات، هاد الميعه زوينه لبزاف الحوايج. الناس اللي باقيين ما عارفينهاش لاش تطلق، انا دابا الفيديو بغيت نديرو على قبل البنات اللي تسولوني الطريقه ديالها كيفاش دايره. هاد الميعه الناس اللي ما عارفينهاش لاش تطلق، هاد الميعه زوينه بزاف في طرد النحس، طرد العكس، الطاقه السلبيه من الدار، طرد الجن من الدار، طرد الحسد، طرد العين، تدمير السحر. هي اللي درتيها نهار الجمعه تدير هادشي كامل، ولكن الا بغيتي تدمري بها السحر، الا كان عندك سوا قديم سوا جديد، سوا عنده 20 عام سوا عنده 30 عام، تديريها الجمعه وتتعاوديها السبت وتتعاوديها الحد. والطريقه ديالها يا اما تتصلي الظهر ديالك وضروري تكوني تصلي ولا وضوء، تديريها ورا الظهر اولا ورا العصر، ورا الظهر اولا ورا العصر. تصلي الظهر وديريها، ديري الادعيه ديالك وديريها، اولا تصلي العصر وديري الادعيه ديالك وديريها. المهم الطريقه ديالتها، سولتني واحد السيده البارح قالت لي انا راه في اوروبا وراه عندي ما عندناش الفاخر واش نقدر نديرها في جميله. قلت لها لا، حتىش ما يمكنش، هي اوبليجي يكون الفاخر شاعل وزاند هكا مزيان بحال ما هكا، الفاخر يكون زاند مزيان وتزيدي تزنديه مزيان البنات بحال ما هكا، يكون شاعل 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 البنات. ها هو قد ما كان شاعل قد ما هي تطبخ، وهي اللي فيها زوين انها ما تضر الملائكه، حتى يقول لك البخور علاش حرام حتى تضر الملائكه بالريحه الخانزه ديالو. هي ما فيها ريحه خايبه، ما فيها حتى حاجه، ريحتها زوينه ما تضرش، واخا تبقى لك كاع في حويجك ما تضرش ما تتاديش، ومزيانه في طرد الجن، مزيانه في النحس، في العكوسات، في كل شيء. ولا جيتو تسولوني عن التجربه الشخصيه، انا جربتها، انا دابا راه 5 سيمانة هذه باش غدا نديرها. انا السيمانه الاولى اللي غدا نديرها درتها نهار الجمعه، السيمانه الاولى درتها انايا، درتها الجمعه ونسيت ما درتهاش السبت، وعاود درتها نهار الحد. ومني عاود درتها نهار الحد البنات، قسما بالله الا دازت يومين حلمت براسي كانوا ملويين عليا جوج ديال الفاعي كبار كحلين، منقطين بالكحل القري، منقطين بالكحل، ملوين عليا والريوصه ديالهم عند صدري. قسما بالله للفيق اللي غادي نفيق من هذيك الحلمه، تنشوف هذوك جوج الفاعي تنشوف فيهم طاحوا ماتوا بحدهم بحدهم، ما درت لهم حتى حاجه، انا زعما ما درت مجهود. وانا نقول كانت معايا واحد البنت وانا نقول لها ايه شوفي شوفي راه ماتوا بحدهم، وديك البنت تخاف منهم، نقول لها شوفي شوفي راه طاحوا بحدهم، راه ماتوا بحدهم، عرفتوا طاحوا بحال ما هكا، هي طاحوا الارض بحدهم قدهم قداش. من تماك انا يريت يسولني ملي دخلت لهذاك الفيديو اللي شفتها فيه وحطيتها في الكومونتير، وقلت للسيده الله يرحم لك الوالدين وشكرا عليها بزاف، حتى هي تتحلف بها بانها مجرباها. والناس اللي مجربينها راه دابا نخلي لكم الفيديو اللي شفتها فيه في تيك توك، كلهم تيحلفوا بانها نفعتهم، تتنفع لاقصى درجه. البنات انا ما بغيتش نكثر عليكم الهضره، انا بغيت نوريكم الطريقه كيفاش هذا مكان. المهم انا شرحت الطريقه للناس اللي ما عارفينهاش، شرحت لهم علاش تطليق هاد الميعه، حتى الناس تيديروا فيديوهات تبقاو تيعايروا.